اوكي داخل انت على هذا المقطع لتعرف شو نازل جديد وشو الخريطه الجديده وكل الاشياء الجديده نازل، مو هيك حبيبي؟ والله طب ماشي، طب معلم زبط لي وضعك وقعد لك شوي ركز لي تمام او ركزي، لانه اليوم شباب عندنا شيء لوز. قبل بلش هذا المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسونا باللايكات وشوت البارتاجات حبايبنا، لانه اليوم في اشياء كثير اسطوريه يا شباب راح نشوفها مع بعض. هذا هو شاب التحديث الاسطوري شايفين، بس هذا موجود عم بمزح معكم كنت. لا شوف كتاب بمزح حبيبي والله. اوبا هلو حبايبي، مثل ما انتم شايفين شباب الان انا بسفر المطورين يا حلوين. طواني معلم وين الميوزك تبعيتي؟ ميوزك شغل يا بوي، هيك صار وضع باللوش شباب نقدر نبلش حبايبنا. تمام يا ساتير حبايبنا، مثل ما انتم شايفين الان احنا بسفر المطورين حبايبنا. طبعا شباب في يعني في شغلات هيك شغلات متغيره بشوي باللعبه تمام، في عندك احداث جديده، اشياء جديده معلم، شي خريطه جديده يا لطيف معلم. اوكي بس هناك يا شباب اليوم راح افرجيكم اشياء كثير مهمه يا شباب، اللي هي اهم شيء، واحده من اهم شيء خريطه جديده شباب، راح ندخل نشوف الخريطه. اوكي يا اساطير، بس هناك يا شباب خلينا نفتح البدريد، شوفوا لي شباب اللعبه حبيبي والله شو بعثت لي، بعثت لي اشياء باللوس حبايبنا، اشياء جديده راح تنزل شباب بالاحداث الجديده. طبعا شباب اكيد باستبدال توكيو مع توكيو، طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني دول الحدث اللي راح ينزل اللي نزلت لكم اياه امبارح، حكيت لكم اياه على البث. اوكي عندنا هون شباب اشياء باللوز جديده شباب، طبعا هذا كل شيء شباب بمناسبه الشتاء، كنت راح اقول الصيف، لا لا معلم مش صيف، الشتاء معلم الشتاء، ايه الشتاء حبيبنا الشتاء. نعم نعم سوي يا ساتير. طبعا في كثير اشياء شباب راح نشوفها مع بعض. طلع 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 تفرج، عندنا هنا شباب بنرات جديده وافاترات جديده ويعني اشياء جديده شباب، هذول كلهم راح يجوا بحدث العصر، شو كان اسم العصر؟ هذا العصر الحجري ولا العصر الشتوي؟ عصر 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 جديد، المهم شباب مثل ما انتم شايفين شباب اشياء جديده. تفرج تفرج على الحقيبه يا شباب، حقيبه باللوز، السيف باللوز، قبضه باللوز شباب، فرج يعني معلم شو هي؟ ابدا جماجم معلم، جماجم جماجم حبيبي والله. اوكي عندنا هذا كمان شاب، هذا الشهد اللي بننزل من الطياره حبيبي والله، شيء يعني تقعد فوق معلم مثل البنوين معلم حبيبي والله. المهم شباب عندنا هون سكين جديد حبايبنا، طبعا هذول الاشياء شباب هذول سكينات اكيد ان شاء الله راح نشرح لكم، طولوا بالكم راح جايكم سكين جديد، سكين ثاني جديد معلم. يا سلام صراحه الشباب شتوي ما شتوي، ابيض واحمر يعني بحسسوك هذا بالمناسبات هذول تبعت الاخر السنه. اوكي عندنا هون شباب طلع هنا بعثوا لي 20000 اكس بي، 20000 جوهره معلم ذهب وسكين، هذا يا سلام عليك تفرجوا حبايبنا هذا السكين معلم شيء باللوز. اوكي وطبعا هذا المرافق حكيت لكم عليه شباب، نعرف رح نرجع نشوفه من اول وجديد، نفس الشيء بعثوا لي اياها مرتين الاشياء باللوز، بعثوا لنا هون شباب نفس الشيء شباب هون معلم، حقيبه كمان، حقيبه كمان باللوز رح نشوفها مع بعضنا، شكل البطريق كمان باللوز، طبعا فشوفوا لي شوفوا لي هذا شباب، شوفوا لي هذا معلم، شوفوا لي شكل هذا معلم حبيبي والله. اوكي طنجره كمان وسيف حيا حبيبي. اوكي خلينا نجيبهم وحده وحده شباب، خلينا نعمل حزم نحصل عليهم هذول. اوكي جبناهم جبنا هي معلم اللي باللوز باللوز، نفتحهم معلم، نفتح 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 افتح معلم، افتح افتح هذا الجوار صار لي هون شباب 22 شباب بالثانيه شباب. طبعا هون شباب برجع بكرر انا بسفر المطورين، اوكي 40000 جوهره باللوز معلم. طول بالك خلينا ندخل على الصناديق شباب نشوف السكنات الموجوده بشكل سريع. اوكي حبايبنا عندنا هذا السكين الاول، هذا هو شباب مثل ما انتم شايفين. اوكي عندنا هذا السكين الثاني تمام، في سكين تبع البنت كمان، شوفوا النظارات معلم، هذا نظارات تبع اني سكين معلم، اوه نظارات باللوز معلم، فرج معلم حبيبي والله. اوكي طبعا شباب لازم قول لي عندنا صناديق شباب، بعثوا لي صناديق كمان، نفتح الصناديق معلم، شو الصناديق؟ نفتح نفتح، اوه شخصية اندرو باللوز معلم، فرج 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 شباب تفرج حبيبي والله، شو راح يطلع لنا معلم؟ ما شاء الله عم يطلع لي شخصيات، هذول عم بيعطوني شخصيات شباب كثير من الشخصيات. افتح 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 يا سمسم، افتح هون سلاح جديد، نفس الشيء الاسلحه، خلينا نفتح هذول كلياتهم يا اساطير، هون اعطونا هذول الاشياء بنعرفهم باللوز. هون كمان شو هيك؟ قول لي سكنات وما سكنات شباب، بطاقات حاضنه وهي كمان باللوز. اوكي هيك شباب شفنا اشياء، طبعا لازم افرجي لكم رجع افرجي لكم السكنات مو جديد، انا عندي السكن الثاني الشورت تبعه والله الصراحه شباب يعني شيء مرتب شباب، هذول الاشياء راح تنزل قريبا. اوكي الان شباب خلينا نكمل شو راح نشوف. اوكي الان شباب شفنا هالاشياء تمام باللوز،
عندنا نطلع هذول عندنا السياره الجديده شباب، عندنا هذول الحقيبات اللي فرجيتكم اياهم شباب، طبعا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 شيء بلوز، بس ولكن هاي شباب صراحه بفرجيكم شكلهم هو اللاعب اللي يلبسهم تمام، والله شيء تمام التمام معلم. خلينا نحط هاي الحقيبه معلم نجربها لما ندخل نفرجيكم الخريطه الجديده يا شباب، نحط هاي كمان نجربها شباب وما ننزل تمام. عندنا هذول اللوتات بوت بوكس، شو هذا ساكورا حبيبي والله، هذول طبعا هذول الاشياء شباب راح اكيد راح نربحهم بالحدث اللي جاي البانر هذا تمام. عندنا هون افاتار جديد شباب، نحط الافاتار باللوز، وعندنا هذا كمان شباب، هيك بيكون جهزنا الامور شباب للعصر الجديد، عصر الجديد شباب يعني حبيبي والله. اوكي طبعا شباب ركزوا معي هون، شايفين هذا شباب، شايفين هذا الشيء الموجود هون معلم، رح ندخل على هذا الحدث ونشوف شي فيه وشو في ما فيه. ليتس جو معلم. طبعا شباب هذا الحدث الصراحه دخلت عليه تمام، طبعا الجوائز اللي اخذتهم من شوي لحد شباب، هذا هو الحدث اللي رح ينزل تقريبا شباب تمام حبايبنا. طبعا هنا شباب في اشياء، هذول السكنات شباب، السكنات هذول السكنات اللي بنحصل عليهم من هذا عن طريق تبادل التوكن وما التوكن. اوكي شباب، وعندنا هنا هجوم كبير للسعاده لساعته مش متواجد هذا الحدث اكيد، هذا شباب لما ندخل على اللعبه شباب بتشوفوا السكنات هذول الطرفين، فهمتوا علي كيف. المهم شباب anyway عندنا هون سكنات شباب جديده راح تنزل تمام، هذا السكن اللي فرجيتكم اياه من شوي. اوكي لما ندخل هون شايفه علم هون، اوكي هذا طبعا هذول نفس الشيء شباب مثل كل مره. طول بالك في هون صوت معلم ما بيخليني معي بيخليني اركز، ثواني نوطي صوت اللعبه، هاي وطي صوت اللعبه هون، نوطي شوي هون مشان افرجيكم شباب شن. اوكي باللوس هيك تمام حلو. المهم شباب anyway طبعا شباب هذا الحدث هون شباب هون راح يكون فينا في لازم نعمل مثل باختصار يعني تطوير من الاشياء يعني بالبنايات اللي عندنا، دخلت على حمل شوي عليه شباب هون مثلا، هون شباب هون لازم نرفعوا الليفل البناء البنايات وما بنايات ولا اشياء كلهم معلم، فهمتوا علي حبيبي والله، نرفعهم شباب عشان يعني لازم يعني مثل كانوا عم نلعب لعبه استراتيجيه شباب تمام. بناخذ توكن بنرفع الشباب، بنرفع بنرفع يعني من البنايات والمبنى نفس الوقت شباب، بنستبدلهم بهيك اشياء من التوكن. اوكي مثل ما انتم شايفين عندنا هون التوكن انقل فتح، هذا واحد من التوكنات، التوكن الثلج تمام، رمي النقود. اوكي مثل دائما مثل احداث شباب بتكون دائما. طبعا هون شباب لما بدخل لهون تمام بيعطونا اشياء مثلا هون لازم نفضي ونوضع وهذا، فهمتوا علي كيف شباب، يعني كثير من الاشياء شباب عشان يعني مثلا نبني وما نبني ونفس الوقت نستبدله بالاشياء ونحصل على التوكن، يعني فهمتوا علي كيف. مثل ما انتم شايفين شباب من شوي حطيت هون بنيت صرت ابني هذا البناء تمام، هون بنقدر نعمل هيك اكيد من مختصر الوقت تمام، هون عم ببني الاشياء فهمين علي كيف شباب، هون عم ببني ذهب وما ذهب فهمتوا علي، شلون صار عندنا تقريبا من الذهب 120 وكذا، بنقضي يعني بنجيب البنايات المعدات العناصر وكل شيء، ومن بعد شباب بنستبدلهم الاشياء وبتوكلهم مثل كل مره شباب بالاحداث الجايه. اوكي اوكي حبايبنا هذا بالنسبه للامور شباب هيك بشكل سريع شباب. طبعا شباب راح نشوف ان شاء الله الحدث يعني يعني نشوفه من عن قرب اكثر واكثر شباب، مثل ما انتم شايفين هون معلم ركز معي شيف، شايفين معي حبايبنا نقدر نستبدل باشياء وخشب يعني بطاقات وش مرتب. اوكي هذول حبايبنا باللوز هون معلم، انقر للتجهيز مبروك يا بطل تمام التمام. طبعا هون في مثل ما قلت لكم بنايات وما بنايات ووقت محدد للترقية البنايات تمام شباب. طبعا كل بناء مثلا كل بناء مخصص، مثلا هذا البناء طبعا الذهب وما ذهب، المهم فهمتوا علي. المهم شباب لان احنا يعني كل هذا الشيء يعني فتره تجريبيه ما موجود كل الاشياء موجوده اعتقد، بس ولكن شباب كنصره هيك مبدئيه شيء بلوس راح يجي الاحداث شباب وراح نشوف اكثر وقت لما ينزل هذا كل شيء مبدئيا شباب، فهمت عليك حبيبي والله. اوكي هاي بالنسبه للاشياء الاساطير. الان حبايبنا الان شباب قرب الوقت شباب نجرب الاشياء اللي حصلنا عليها. طبعا شباب لما ندخل حبايبنا في مودات جديده، في مود لا مو مود شباب، عندنا الخريطه الجديده شباب مو المود الجديد، الخريطه الجديده يا ستير. خلينا ندخل على هالخريطه شباب نفرجيكم اياها، شوفوا بالخريطه لانه معلم عندنا جهزوا لي حالكم شباب خلي الوضع ريلاكس، عندنا فتله كبيره بالخريطه شباب راح ندخل نشوفها شباب هذه الخريطه الجديده. جهزوا لي حالكم شباب خريطه صراحه جربتها من شوي بشكل سريع بس ولكن بلوز معلم خريطه جديده. اوكي اوكي يا ساتر حبايبنا مثل ما انتم شايفين الحقيبه، ركز على الحقيبه يا شباب بس طول بالك. لا شوف لك شوف شوف شو عم بيطير، يا الله شباب شوف 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 لك شباب اتفرجوا شباب لك هيك لتصير، شو هذا شو هذا شباب شو هذا. طبعا هون شباب نازلين وطالعين معلم، فكرت بتبدل الدلاجه لا طلعت غير شيء شباب ولا حبيبي والله هذا. شوف شباب بس ولكن طولين بالكم، شوفوا لي الخريطه الجديده يا شباب، شوفوا لي اياها، شوفوا لي الخريطه الجديده. طبعا هنا شباب مثل ما انتم شايفين شباب يعني انا صاير لحالي على جنب يعني فهمتوا علي، يعني بلو شباب صرنا كل واحد لحاله معلم، عتلية ترى بنقدر نروح لحالنا ولا شلون؟
ننزل مع الخريطه. طبعا شباب انا ماشي مع جنب انا معلم وهذا يسار بلوش شباب وضعنا شباب نيمو رايح معنا تكون بالخريطه شباب بين هالعجقه وما هالعجقه معلم خلاص صرنا على اليسار على الجنب شباب ننزل لحالنا معلم شو هيك وشو هيك فرج حقيبه ولي فرج ويلي شوف على مدى بسرعه بينزل بسرعه شوف تنزل عمل هيك شو هذا يا شباب فرج هون ما عمل هيك معنا بنغير من هي صارت مثل الحقيبه المظله وبنفس الوقت بنقبس هالكبسه شباب بنزل بسرعه بس انا نسيت الخريطه يا شباب فرج معي هيك معلم شوف الخريطه الجديده هي اماكن جديده شباب شو طول ولا شو نركز علاقه بالشجره ولا شلون حتى فيها افكت بلوز معلم بلوز يا اخي والله شباب لازم نشتغل بسرعه شباب لان نفتل بالوضع اوكي عندنا شباب هون بوسط في جسر تمام يا سلام على المناظر شباب شو هذا على الخريطه معلم اوه في ناس نازله معلم هون تعالوا تعال يقتلنا معلم ويلي والصراحه الشباب منظر اسطوري شباب لازم يعني والله ما اعرف شو داخلكم هنا هون عندنا شباب مكان الماكينات شكل الماكينات يا سلام عليك صراحه شباب باللوز المنطقه الجديده شباب الخريطه الصراحه يعني تذكرنا يعني تقريبا كالهاري بس ولكن بشكل ثاني شباب يعني لو 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 لا شباب لا فرج معلم هالخريطه شباب يعني حبيبي ولا تعال نقدم شوي يا اخي ظبط الاعدادات المشوي لا ما لازم لما ندخل السياره نمشي شوي شباب نشوف يعني الاشياء يعني حبيبي والله ايش هو بلا علوبي مثل ما انتم شايفين شباب يعني والله شباب يعني لازم نفرجيكم الاشياء وال تفرجوا شباب لا الصراحه لازم نعمل فتله كيف نعمل نفرجيكم اكبر عدد من الاماكن شباب هلو بيبي تعال فرج ما تفرجوا على الاماكن والله صراحه شيء يا سلام صراحه الشباب هالخريطه باللوز معلم تعرف شو معناتها شباب باللوز يعني باللوز هات نشوف خلينا نكمل شباب يعني نتمشى شوي طبعا شباب المنطقه اعتقد راح يكون المنطقه الرئيسيه راح تكون هون الميليتيا هذا المكان معلم يعني خلينا نقول عنا بيك برازيل هذا هو معني راح تكون هالمنطقه شباب مثل ما انتم شايفين هاي راح تعتبر يعني برايي راح تكون مثل الكلوك تاور اوكي مشي باللوز اوه هلو هلوبي اوكي هاي الخريطه شباب اسمها الفورست منظر مو طبيعي شي تمام هاي بيبي هلوبي طبعا شباب يعني بالنسبه للاسلحه ما فيها الاسلحه طبعا اكيد هون نشوف معلم نجمع التوكنز هل يا ترى نشوف التوكن هون ولا لا؟ لا والله شباب الصراحه المنظر شيء تمام شباب يعني ما اعرف ما بدي اوقف تصوير شباب بس بحب افرجيكم كل الاشياء الموجوده هون الصراحه يا اخي تمام هنا هاي كيف شافتني والله سمعتني ولا شلون؟ حتى شوف في ناس هون تاني يا اخي شو هذا عليكم عم يشتت معلم اسطوره صراحة اشي باللوز ناخذ اوكي عندنا هون جسر صغير معلم نهر صغير هون معلم تمام هون في لانش بلا على اللوبي طبعا جايب الخريطة يعني ما بعرف شو مدخلكم يعني كبيرة بنفس الوقت وصغيرة بنفس الوقت عندنا هون مثل مطار شكل هون والله الله اعلم شو في شاب المهم شفنا المنطقة بشكل سريع اوكي تعالوا شباب خلينا نروح على المنطقه هي معلم مبين عليها انه مثل البيك هات شوف هي خلينا نطير شباب ناخذ اللانش باد ونطير لعند هذه المنطقه معلم تعال هون وقف هون هي الميلة الطيلي ولا ما اعرف معلم هي مثل يشبه المعسكر والله اعلم شو حبيبي والله ويلي شو هذا يا شباب شو هالمنظر يا اخي شو هذا باللوز حبيبي والله اعطوني رايكم بالتخيل ولا مين هذا؟ يا بطل مين هذا؟ طول بالك تنور عدلت مني تظبطها معلم علوبي ولا تفرج طبعا هون شباب نظن هون نتدرب لا والله الصراحه شباب تطلع لهون باللوز شفت واحد هناك شفت واحد ورا السور شباب شفتوه ولا ما شفتوه؟ هنروح عليه
يا سلام يا سلام عليه علابي. فرجوا شباب. اوكي هاي شفنا المنطقة، شفنا المنطقة شباب. خلينا نروح على هذه المنطقة الثلجية معلم نجربها. خلينا نروح بسرعة منطقة الثلجية حبايبي، ليتس جو. صراحة شباب يعني كمنظر كشيء جديد يعني عن جد شيء مرتب، شيء مرتب لوز اللوس يا اخي. منيح مجهز قهوتي يا شباب، نتفرج على الوقت لانه هلا انا يعني انا مثلي مثلكم شباب بتفرج يعني ما اقدر يعني اتفرج. قول لي شوفوا كم عدد من البراميل الموجودة يا معلم حبيبي. والله شي تمام معلم، شي تمام يا ساتير. يا السلام عليك. اتفرج معلم، اتفرج حبيبي، اتفرجوا. والله شي اسطوري، اقسم بالله شباب شي اسطوري. يعني شباب بالعادة هاي الخريطة يعني نحن لما نكون عن اوبن في كفرات شباب، هوني ورا التلج، هوني ورا الصخرات، يعني نقدر نعمل كتير من الاشياء شباب، خدع وما خدع، تطلع فوق الصخرة تازة يعني. حتى هالخريطة بالشو اسمه بالبطولات راح تكون باللوز معلم. شوف الكفرات الشح، حجار وحجار. تمام اشي تمام صراحة شباب هاي الخريطة راح تكون تغير شاسع، تغير باللوز بلعبتنا شباب فري فاير. هذا نشوف معلم الاماكن هاي الموجودة. يا سلام عليك. شو هذا؟ شو هيدا هون شباب عم ندخل على منطقة ثلجية يعني، فهمت علي كيف؟ هونيك في ثلج، نروح على الثلج نشوف شو في بهالثلج. ليتس جو. يا سلام. قول لي تفرجوا لي شباب على هذا المنطقة هي. هون معلم عندنا منطقة هون بنشتري فيها اللوت وما لوت. هنخرج مع الماكينة نشوف الماكينة شباب في تغييرات. طبعا شباب الهدف من المقطع اليوم شباب انه نفرجيكم التحديثات اللي راح تكون موجودة، بس هناك ما في تغييرات شباب بالنسبة لهذا، بس هون التجريبي للخريطة الجديدة. يعني الصراحة هالخريطة شباب راح تكون شيء باللوس. تمام هنخرج هذه المنطقة نشوف شو في ما في. يا سلام، لازم شفنا شيء موتور شباب، نمشي بسرعة. شفنا موتور عشان نتفسح بسرعة حبايبنا. ليتس جو. هذا شوف والله في موتور. قولي يا شباب والله يعني اماكن. ثواني معلم ثواني. اوكي خلينا نجي لهون شباب نظبط الوضع. تمام موتورنا باللوز. تمام خلينا نمشي بشكل سريع شباب هيك. ايوه الموتور نتفسح بالخريطه شباب على رواق. يا سلام على المناظر شباب. طبعا انا شباب شاكك بهالمنطقه راح تكون اكيد شيء كلاش سكواد او شيء شباب بالنسبه للكلاش سكواد، المود تبع الكلاش سكواد. يا سلام على المنظر يا اخي. نحاول شباب نفرجيكم اهم المناطق، اهم الاشياء الموجوده. يا سلام علي. تفرجوا لي شباب هون عندنا لوت. تمام. اوكي خلينا ندخل معلم، شوف خلينا ندخل على السرير، ندخل هذيك المنطقه على السرير شباب. شو عندنا؟ دم، عندنا دم يكفي، بكفي دم. خلينا نعمل نظن ندور على رواق. قول لي في هناك منطقه كمان هون تحت معلم، شو اسمها هي معلم؟ اسمه كاريسون حبيبي. والله قولي شويدة. يا السلام عليك. ايش هذا؟ شويدة اتفرج يا اخي. قولي مناظر باللوز حبايبنا، مناظر باللوز حلو. شوفي كمان معلم ما شفنا، هنروح على ذاك المكان البعيد شباب لنشوف الوضع هنيك. هنروح لهون معلم، هالمنطقة اللي فوق هنيك نشوف شو في هناك. ليتس جو. ومن بعد شباب نكمل يعني نكمل من بعد نشوف وين في اشياء اكثر واكثر. بدنا نروح معلم لهون في المنطقه اللي هون. يا سلام والله شفتنا من فوق شباب، باين عليها كانت مثل مكان مطار ولا مو مطار ولا شو، الله اعلم. اوكي شكلها محطه قطار يا شباب، محطه قطار. يا سلام يا سلام يا جميل. اوكي شباب شفنا المنطقه، خلينا ننزل تحت شباب نكمل الوضع. اوكي يا اخي المنطقه شباب تذكرني، بتعرفوا ايمت شباب؟ لما اول ايام من زمان، ايام اللعبه باللوبي بالساحه تدريب، بالساحه لما يكونوا بالساحه. يا سلام عليك. شوات نروح على الدوك نشوف شو في الدوك، المكان اللي موجود فيه الدوك. قول لي مكان يمكن المستودعات ولا شو بعرفني ولا كيف. قول لي شوف شكل البرج شباب، شوف شكل البرج، القريطه شوف لي القريطه معلم. يا سلام قول لي مثل الميناء هذا شكله معلم. يا سلام ده هذا هو ميناء معلم، مو شكل ميناء، هو ميناء بالذات معلم. لا شو هيدا الميناء معلم.
يا سلام هنجي لهون اشي باللوس يا اخي. خلاص مش بنحاول يعني نفرجيكم اكثر الاوقات عشان ما راح نقدر نفرجيكم كل شيء، لانه اذا راح نفرجيكم كل شيء شباب نفرجيكم الخيطه كلها شباب يعني راح ننام المقطع. اوكي ان شاء الله مسويات شباب على البث مباشر لما ندخل مش بنشوف اكثر واكثر شباب. اوكي هذا نكمل شباب هالطريقه وبعدين نكمل الاشياء الموجوده، شو موجود شو ما في موجود هون. يا سلام عليك يا سلام، والله شباب شيء باللوس صراحه يعني. هذا نكمل الخريطه شوي شوي. لازم القهوه شباب، نتقهوى هيك مع الصبح شباب، ما هيك مخمخ على رواق نشوف هالمناطق. بالتمام بالتمام يا سلام يا سلام عليك صراحة شيء باللوز والله شباب. منطقة ثلجية وما ثلجية، ألوانها حلوة. الأشياء الموجودة فيه صراحة يعني ما لاحظت إنه فيها لاك كثير المنطقة هاي، بس ولكن هات ندخل معلم نحاول نفرجيكم ننزل. هذا هو شباب المناطق الباقيه شباب ان شاء الله بنشوفها اول ما يعني ما تنزل اللعبه، تنزل الخريطه تتحدث. اوكي يعني اشي باللوز اللوز. اوكي خلينا نطلع شباب خلاص بكفي للان. نشوف اشياء جديده شباب، شوفي اشياء جديده. اوكي يا اساطير حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم حبايبنا. ان شاء الله رح نفرجيكم الاشياء رح تنزل قريبا اكثر واكثر حبايبي. اوكي ان شاء الله عجبكم المقطع شباب، اعطوا رايكم بالخريطه، اعطوا رايكم بالاحداث اللي رح تنزل جديده شباب. اوكي نشوفكم على خير، نحاول شباب مرة تانية ندخل نشوف إذا أي إضافة صارت شباب، أكيد رح نشوفها مع بعضنا على البث المباشر إن شاء الله اليوم أو أيام الجاي ولا يهمكم شباب. رابط البث المباشر شباب يكون تحت من تحت الوصف شباب. أوكي نحن بنعمل دائما بثوث على الفيسبوك، أهلا وسهلا شباب. نشوفكم على خير شباب، بسطتوا هذا المقطع، رأيكم بالتعليقات، لايكاتكم، تشاو تشاو.